أمنا العذراء صورتها وسيرتها وشخصيتها هي النهج الذي على أساسه قامت الحياة الرهبانية والحياة الدارية. وظهرت الأديرة المصرية والأديرة القبطية محط لأنظار العالم، فصارت أماكن للخبرة الروحية. والقديس أنطونيوس نفتخر كمصريين أنه الذي أسس الرهبنة التي انتقلت من مصر لكل العالم. من كثرة الأديرة في التاريخ المصري ما كانوش لاقيين أسماء يسموها، فبقوا يسموها بالأرقام، برقم بعدها عن مدينة الأسكندرية. اعرفوا أيها الأحباء ما قيمة الأديرة القبطية في حياتنا المصرية، وما قيمة الأديرة لمصر. الأديرة واحات صلاة، تصلي من أجل العالم كله وتصلي من أجل الأرض. ويمكن أن نشبه أن أديرتنا بصلواتها المستمرة كأنها حارسة لحدود مصر. نقرأ في تاريخ دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كان يفتح الدير في أيام المجاعات للناس عشان يقدم لهم بقول. أن الحياة الرهبانية ليست حياة سهلة، نقولها كده في الدير: ساعة صلاة، ساعة قراءة، ساعة عمل. وكلمة ساعة في الدير معناها 3 ساعات. بنيت الحياة في داخل الدير على 3 نظور. أول ندرة الفقر، يلبسونا جلبية ويدونا مرس، مرس يعني نصيب، ويقولون احتياجاتك هنقدمها لك كده، بس عيش حياتك. والحاجة التانية الطاعة، والطاعة يعني التخلي عن المشيئة الشخصية. ثالثا التبتل، والتبتل القصد منه التفرغ الكامل للحياة الروحية مع الله. جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. الفقر الاختياري والطاعة والتبتل، وأي كسر من هذه النظور الثلاثة هو كسر للرهبنة. الأديرة مش للفسحة، بتروح علشان دوامة العالم اللي انت عايش فيها وتايه فيها. بتروح الدير عشان تستنشق عبير الروحانية. الجدران اللي في الدير مشبعة بالصلوات، ده مجرد مشاهدة الأباء اللي عايشين في القداسة. هذه المشاهدة تملأ النفس فرحا ونعيما. في واحد يشوف ويخزن جوه قلبه عمل روحي ويكبر ويقوى في إيمانه. وتسمع كده عن تلميذ جميل يقول لك: التلميذ الذي كان يسوع يحبه. القديس يوحنا ذهبي الفم عندما جاء إلى مصر وزار هذه البراري العامرة بالرهبان قال كده: السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها. أول حاجة كونوا حكماء، اوزن كل كلمة. نمرة 2 كونوا مصلين، ونمرة 3 كونوا واثقين فالله ضابط الكل. إيمان الكنيسة محمي بصاحب الكنيسة المسيح.